لابد من التوقف أمام العناوين السبعة اللاحقة. العنوان الأول: استناد استكمال العام الدراسي إلى المراجع الصحية. العنوان الثاني: استكمال التعلم المدمج. الثالث: تطوير غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم العالي. الرابع: مقاربة الحالات الصحية الخاصة. الخامس: امتناع الأهل عن إرسال أولادهم إلى المدرسة. السادس: تأمين الكتاب المدرسي. السابع: العنوان السابع والأخير هو شكر لوزير الصحة العامة على مواكبته وزارة التربية والتعليم العالي. العنوان الأول الذي يهم اللبنانيين هو كيفية استكمال العام الدراسي وعدم خسرانه. نعلم أن فئة لا يستهان بها عدديا من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الماضيين، فطالبت بفتح المدارس على الرغم من إقفال البلد، وأن فئة ثانية قليلة عدديا فضلت عدم إرسال أولادها حضوريا والاكتفاء بالتعلم الكلي عن بعد. نتفهم الأهالي ونقدر حرصهم على صحة أولادهم وعلى تحصيلهم العلمي في الوقت ذاته، ولكن علينا أن نلتفت إلى البعد الصحي، لأن الأزمة التي نعيشها هي أزمة صحية بالدرجة الأولى. ونحن في وزارة التربية نستند إلى المراجع الصحية، على رأس أكيد وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، لجنة كورونا التي تضم الوزارات وغيرها من لجان نيابية مختلفة. نستند إلى هذه المراجع في كل خطة أو عمل تربوي ننوي القيام به، خصوصا وأن لجنة كورونا تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد هذه الجائحة. فخيار التعليم أو التعلم المدمج جاء ليراعي الأوضاع الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية لطلابنا في ظل غياب مقومات التعلم عن بعد، خصوصا الإنترنت وعدم توافر الأجهزة الإلكترونية لجميع طلابنا. أما العنوان الثاني فهو استكمال التعلم المدمج الذي يوازن بين البعد الصحي والبعد التربوي. بالنسبة إلى التعلم عن بعد، أمننا مجانا برامج إدارة التدريب أو ما يعرف اختصارا بالإنجليزية LMS، وانطلقت تجريبيا دورات التدريب في المركز التربوي للبحوث والإنماء لاستخدام المنصات الإلكترونية المجانية ولشرح منهجية التعلم عن بعد. ويواكب جهاز الإرشاد والتوجيه ووحدة المعلوماتية في الوزارة المدارس الرسمية في هذا التعلم، كما تسهر مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الابتدائي ومصلحة التعليم الخاص والمناطق التربوية ووحدة التعليم الشامل على إدارة التعلم عن بعد ضمن الإمكانات المتاحة بشريا وماديا. صحيح أنه ليس لدينا الركائز الأساسية للتعلم الكلي عن بعد كالإنترنت السريع والكهرباء المتواصلة والوسائل التكنولوجية المتاحة، إلا أن الوزارة المعنية الوزارات المعنية تسعى كما ذكرت مرارا وتكرارا إلى رفع مستوى خدماتها ضمن الإمكانات المتوافرة. ونطلق صرختنا مجددا إلى وزارة الاتصالات لمساندة الأهل والمعلمين في موضوع الإنترنت ضمن الإمكانات المتاحة بالطبع. العنوان الثالث هو تطوير غرفة العمليات في الوزارة. تواكب هذه الغرفة التعلم المدمج، وتمكننا عملها بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وسيساعد البرنامج الإلكتروني الذي أعد في الأسبوعين الفائتين على تتبع حالات المصابين بفيروس الكورونا من خلال التشبيك
مع معطيات أو بيانات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والبلديات. ونطلق هذا الأسبوع الصفحة الإلكترونية لإعلان نتائج زيارة مصلحة التعليم الخاص وجهاز الإرشاد والتوجيه إلى المدارس الرسمية والخاصة، وكذلك إعلان عدد الإصابات في كل مدرسة إيماناً منا في الوزارة وفي الحكومة بمبدأ الشفافية. ولا ضير من التذكير مجدداً أن الخط الساخن 01-77-21-86 يجيب عن أسئلة المواطنين على مدار الساعة، يعني 7-24 بلا كلل ولا ملل من قبل عديد الوحدات الإدارية في الوزارة. أيها الأحباء، العنوان الرابع هو مقاربة الحالات الصحية الخاصة التي تمنع التلاميذ من الحضور إلى المدرسة. تتعاون الوزارة مع نقابة الأطباء في هذا الصدد، وستقوم المدرسة بتأمين التعلم عن بعد لهؤلاء الأولاد بالتنسيق مع الوزارة التي ستضع بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء الموارد الإلكترونية التي يحتاجها هؤلاء التلاميذ. العنوان الخامس مرتبط بامتناع الأهل عن إرسال أولادهم إلى المدرسة، فإن استطاعت المدرسة تأمين التعلم عن بعد للفصل الأول لهؤلاء التلاميذ فلا بأس، وإلا ستتعاون وزارة التربية مع المدرسة المعنية لإيجاد الحل المناسب. أكرر، ستتعاون وزارة التربية مع المدرسة المعنية في هذه الحالة لإيجاد الحل المناسب. فلا أحد يجبر الأهل على إرسال أولادهم، وسنعمل ضمن المستطاع لمواكبة التلاميذ عن بعد. أما الفصل الثاني من العام فننتظر تقييم الوضع الصحي لتقرير التفاصيل المناسبة. العنوان السادس مرتبط بالكتاب المدرسي. تتعاون الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لتسريع طباعة الكتاب المدرسي الذي سيكون متوافراً في القريب العاجل بالتنسيق مع منظمة اليونيسف. ولا ضير من التذكير مجدداً أن المركز التربوي جعل الكتاب المدرسي الرقمي متاحاً أمام الجميع، وأننا سعينا في وزارة التربية إلى دعم الورق الأبيض لجعل الكتاب المدرسي الورقي متاحاً أمام الجميع، إلا أن هذا المسعى غرق في متاهات مالية إدارية. والعنوان الأخير لهذا المؤتمر وهو العنوان المهم هو شكر وزير الصحة العامة على مواكبة وزارته وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الفحص السريع أو ما يعرف بالرابيد تيست، وستؤمن وزارة الصحة العامة هذا الفحص لمن عنده عوارض من خلال آلية ستعلن بواسطة تعميم. وقد وعد معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تأمين وزارته فحص البي سي آر المجاني لمن يحتاجه من المعلمين، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار واقعنا. فمن جهة أولى ليس لدى وزارة الصحة العامة بالإذن منك الأموال كما هو الوضع مع سائر الوزارات، ومن جهة ثانية أجهد العمل المتواصل القطاع الصحي فعانى معناه، ولا يمكننا إلا أن ننحني أمام تضحياته. وإننا نعاود اليوم مجددا رفع الصوت لصون كرامة أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية الأكثر عرضة
لوباء كورونا وللمطالبة بدعمهم. فالهم المالي اليومي بات يشكل عبئاً كبيراً عليهم ويؤرقهم، وبالتالي يؤرقنا في وزارة التربية والتعليم العالي. إن كل ما عرضناه شائك بطبيعته ومجمله وتفاصيله وزمنه، إلى درجة أنه على أي منا ألا يدعي أن المفاتيح السحرية والسرية هي في يده وحده، وإلا كان واهما وضالا سواء السبيل. ولا بد من توجيه تحية صادقة إلى كل مجاهد في الأسرة التربوية للحفاظ على العام الدراسي. نعم، كل مجاهد في الأسرة التربوية للحفاظ على العام الدراسي 2020-2021. وبعد، فإن ما عرضناه ليس سوى جولة في أفق واسع المدار، وليس سوى طرح قابل للمناقشة وللبلورة وللتطوير في ضوء ما ستحمله لنا الأيام من أنباء إن شاء الله تكون سارة. شكرا لإصغائكم، وسيتحدث معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عن القضية الأساسية التي نرفع الصوت عاليا انتصارا لها، وهي استكمال العام الدراسي وعدم خسرانه، لا سيما وأن حربنا في الوزارتين وفي الحكومة مشتركة ضد جائحة كورونا. الكلام لك معالي الوزير الصديق. بداية بدي وجه تحية خاصة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور طلال المرزوب طارق مرزوب، وأكيد فريق عمله، لأنه الشيء اللي عم بتعانوه هلأ من هذا الضغط وهذا الجهد وهي المسؤولية التشاركية اللي نطمح مش بس بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي، وإنما مسؤولية تشاركية مع المؤسسات التربوية وأولياء الطلاب والتلاميذ، لأنه هن الشركاء الحقيقيين، والمسؤولية إذا تقسمت على أربعة بعتقد بصير من السهل حملنا، خاصة أنه بهذا النقاش المفاضلة على سبيل المثال بين الصحة والاقتصاد كل الدول عم بتناقشوا، ونفس الشيء بناخذ أولادنا على المدرسة أو بيروحوا أو ما بيروحوا، كمان هذا النقاش بعتقد بيستاهل هاي الدرجة العالية من المتابعة والدراية، لأنه في صحة أولادنا مستقبل أجيالنا. خليني أقول أنه ما فينا كحكومة لبنانية ووزارة صحة ووزارة تربية نكون مزاجيين بمرجعية قراراتنا. مرجعية القرار عم بتكون منظمات أممية ودولية، مثلا WHO واليونيسف وغيرهم. فإذا وقت توصي بعض المؤسسات الصحية الدولية والعالمية بموضوع إبقاء التلاميذ بالمدارس، صار نحن بناخده كعنوان عريض وبنشتغل على جزئيات تطبيقه بشكل آمن إلى تحقيق المبتغى، وهو الحفاظ على هذا المستوى الذي تميز به القطاع التربوي بلبنان، وبنفس الوقت ما يكون في عندنا حيز من الخطر اللي هو موجود، ولكن على أن يكون ضئيل جدا وقتها كنا عم نتحمل المسؤولية مثل ما قلت مشتركة. وزارة الصحة أكيد رح تواكب وزارة التربية والتعليم العالي، وهون بدي كمان وجه تحية لفريق عمل وزارة الصحة وفريق عمل وزارة التربية اللي وضعوا الخطة الصحية التربوية، واللي هي أكيد بتجاوب على كثير من الهواجس للأهالي بهالفترة اللي بدنا نواكب فيها فتح مدارسنا وإعادة أولادنا إلى مقاعد الدراسة.
عرض سريع مش هياخد وقت كتير لنقول عند بالتجربة اللي مرقنا فيها بالفترة المنصرمة شو كان عنا. أول شيء صحياً بتكون العوارض عند الأطفال أقل شدة وأكيد بتكون عادة خفيفة باستثناء الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة أو مستعصية نتمنى لهم السلامة، وهون دور الأهالي أنهم ما يجزسوا بإرسالهم إلى المدرسة إلى حين تأمين إن شاء الله اللقاح الناجح لي في نوع من العدالة، وهذا الحق العادل أنه يتأمنوا هاي الرعاية كأولوية مطلقة عند وزارة الصحة العامة اللي بده من خلالها نكون عم نأمنه كمان حق عودته إلى المدرسة ليكون مع رفقاته وعم بيحصل العلم اللي بيبتغي. العدد الإصابات بالمجمل عند الأطفال دون العشر سنوات هو لا يتجاوز 3% من عدد الإصابات اللي تسجلت بلبنان منذ بداية الجائحة، وحتى عمر 19 سنة أقل من 9%. الوفيات كانت حالتين فقط وهن عانوا من أمراض مزمنة وفي تشوه خلقي منهم سرطان دم أو تشوه بالقلب ودونه، فإذا بس حالتين. دور الأطفال في انتقال العدوى لم تظهر الدراسات دور أساسي للأطفال دون العشر سنوات في نقل العدوى بين الأفراد. إن مدار إبقاء الأطفال، وهون كتير بهمني ركز على هالنقطة، إنه أيو أهون علينا الفاتورة بمعناها المعنوي وليس المادي فقط، إنه نبقي الأولاد بالمنازل إذا نحن قادرين نسيطر على سلوكهم أم لا، أم نبعثهم على المدرسة واللي رح تكون مسؤولة مباشرة معانا عن سلوكياتهم. مشان هيك بلاقي أنا حسب مرجعيات الصحية العالمية إنه مدار إبقاء الأطفال في المنزل يتعدى مدار الذهاب إلى المدرسة. توصيات منظمة الصحة العالمية بحيث تصنيف لبنان من المخاطر بالمرحلة الثالثة إنها لا توصي بإقفال المدارس، لكن توصي ببعض الإجراءات الوقائية والاحترازية للتلاميذ والطلاب عند الذهاب إلى هذه المؤسسات. اثنين، شو اللي لازم نتبعه؟ أنا امبارح سميته الثلاثي الآمن: نظافة شخصية، كمامة، تباعد. بس زيادة للمدارس في عامل رابع كتير مهم وهو حسن التهوئة. كتير مهم ضلنا تركين الشباك مفتوح مثل ما هلأ نحن هيك تركينه لضمان في حال كان في أي حدا، أي من الطلبة أو التلاميذ المتعلمين حامل للفيروس ما يشكل كثافة خلال الوقت بنسميه فيرال لود حسب السبيس، وبالتالي تباعد، كمامة، نظافة شخصية، ونترك مكان للتهوية. وأكيد في هون النقطة الرابعة والمهمة أنه نرجع نحن لآلية التعامل مع ظهور أي حالة تتسجل. هون التعاون المباشر بيكون بين وزارة الصحة ووزارة التربية وفق الفوكال بوينت المشخصة ومحددة من بيناتنا للحقول دون أول شيء التفشي، واثنين معالجة الحالة ومتابعتها بمنزلها. يعني عم نتعاون سوا بمكان بالمدرسة وبنفس الوقت عم نتعاون سوا لحتى نتبع الحالة بالمنزل وما يكون هالطفل عم ينقل العدوى لا سمح الله إلى أسرته. إذن إعادة فتح المدارس أكيد بيتطلب تنسيق وطيد بين الوزارتين، وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي، وأكيد في مسابرة بجمع البيانات ومتابعة المؤشرات ووضع آلية آمنة لفحص الحالات المشتبه فيها. واللي بدي أتشكره لزميلنا معالي الوزير طارق المجذوب لقول له أنه الإمكانيات والموازنات متوفرة لمتابعة الحالات المشتبهة. كل شيء عند الصحة بهون،
يعني ميزانيتنا، القرض من البنك الدولي وكل الإمكانيات لح تكون بخدمة الحفاظ على الصحة العامة، ومن ضمنهم هذا الحيز الوفير اللي مطلوب نأمنه من الأمن الصحي للمتعلمين والأساتذة ومتابعتهم مثل ما قلت بأسرهم. إذن رفع عدد فحوصات البي سي آر، نحن اليوم بعدني جاي مؤتمر صحفي كامل وزارة الصحة العامة، زدنا ست مختبرات بي سي آر إضافية بالمستشفيات الحكومية بالأقضية، حاصبية، راشية، ميس الجبل، المنية، سيرو الضنية والكارانتينا، لأنه منعرف بالشتاء ما بقى في عنا فيل تاستينج، ما عم نروح كتير حملات على الميدان.